السلام عليكم ورحمة الله. أبلغ ما ورد في عظم فضل الله. يقول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فوالله لولا خشية الاتكال أو ترك شيء من كلام الله لما انصرفت عن هذه الآية إلى نصوص التخويف والترهيب. فماذا ورد في معنى هذه الآية من نصوص الشرع؟ من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيقول الله لملائكته: ارجعوا، أي إلى جهنم، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وروى أبو داود الطيالسي من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى لله في الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها.